في واحدة من أقدم وأقدس بقاع الأرض يقع هذا المكان المليء بالأسرار الغيبية العجيبة. هذا المكان له أهمية بالماضي والحاضر وحتى المستقبل. الكثير منا عنده معلومات عن هذا المكان، ولكن نحتاج الأكثر. في قديم الزمان، وأعني زمن النبي آدم والأنبياء عليهم السلام، عاشوا في أرض الكوفة، وهي أرض مقدسة. وأحد أقدس مواضع الكوفة هو مسجد بني ظفر أو مسجد سهيل، أو مثل ما هو معروف بمسجد السهلة، الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه، مثل ما قال الإمام محمد الباقر عليه السلام. الشيء المهم اللي واجب نعرفه أنه مسجد السهلة كان بيت النبي إدريس عليه السلام، واللي رفع منه إلى السماء، وقبضت روح النبي إدريس في السماء. ولكن النبي إدريس حفيد من؟ حفيد النبي آدم وجد النبي نوح. وأنتم لاحظوا كم أن هذه البقعة قديمة جداً. في هذا المكان أسرار معنوية كثيرة. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه، وفيه مناخ الراكب، ويقصد الخضر عليه السلام الذي يتردد إليه كثيرا، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين، وتحت الصخرة الطين التي خلق الله عز وجل منها النبيين، وفيها المعراج وهو الفاروق الأعظم موضع منه، وهو ممر الناس، وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر، يحشر من جانبه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قد تسألون أين هي هذه الصخرة الخضراء في مسجد السهلة؟ في الحقيقة الله أعلم. هذه من الأسرار المودعة في مسجد السهلة، لا يعلمها إلا الله ورسوله أهل البيت سلام الله عليهم. وقد الإمام المهدي عليه السلام بظهوره يبين مكانه. كما نلاحظ وجود مواقع هي تعتبر مقامات للأنبياء والأولياء عليهم السلام جميعا، مثل مقام النبي إبراهيم عليه السلام، ومقام بيت النبي إدريس عليه السلام، ومقام الخضر سلام الله عليه، إضافة إلى مقامات باقي الأنبياء سلام الله عليهم جميعا، وأيضا مقام بعض الأئمة مثل مقام الإمام زين العابدين ومقام الإمام الصادق سلام الله عليهما، ولا ننسى مقام الإمام المهدي عليه السلام والذي سيكون بيتهم. هنا مقام الإمام زين العابدين عليه السلام، كان يصلي في هذا المكان، وهو كان يقول: في فضل الصلاة في مسجد السهلة، من صلى في مسجد السهلة ركعتين زاد الله في عمره سنتين. والإمام الصادق عليه السلام تكلم عن فضائل كثيرة للمكان، منها قال: وما من أحد يصلي فيه ويدعو بنية خالصة إلا أعطاه الله حاجته، وما من أحد يطلب فيه الأمان إلا آمنه الله من كل ما يخاف. هذا شباك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من الجهة الثانية في مقام الإمام المهدي سلام الله عليه. وأعرف تتساءلون عن العلاقة بين مسجد السهلة والإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وخاصة زيارة الإمام المهدي عليه السلام في هذا المكان، وخاصة ليلة الأربعاء وشائع بين الناس،
وقصص تشرف العلماء بلقاء الإمام المهدي عليه السلام في مسجد السهلة، كل هذا يرجعنا إلى تساؤل مهم جدا، ما هي علاقة مسجد السهلة بالإمام المهدي عليه السلام؟ وهي أن هذا المكان سيكون إن شاء الله مسكن الإمام، بيت الإمام عند ظهوره المبارك. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كأني أرى نزول القائم صلوات الله عليه في مسجد السهلة بأهله وعياله، ويكون مسكنه. ويقول كذلك في حديث آخر: ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه. ها هنا يدخل الإمام الحجة القائم عجل الله فرجه الشريف، ويكون محل سكناه وبيت المال، ومن هنا تنشر الرحمة الإلهية إلى أرجاء المعمورة وتنكشف الكرة. بالنسبة لعمارة المكان فليس هناك تاريخ معروف، وأما بالنسبة للجزء الخاص بالإمام أو ما يسمى بمقام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فكانت عمارته بأمر مرجع الطائفة في زمانه السيد محمد مهدي بحر العلوم، وأيضا أمر بتحديد شواهد مقامات الأنبياء والأولياء عليهم السلام. وتوالت مراحل الإعمار على طول الزمان حتى عام 1420 هجرية، حيث تم إعادة إعمار المسجد بكافة تفاصيله بأمر السيد محمد سعيد الحكيم. متى تملأ نفحات أنفاسك هذا المكان يا سيدي؟ ترى أترانا نحف بك وأنت تؤوم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلاً.